السيد العميد المتقاعد ناجي ملاعب الخبير الأمني والاستراتيجي، أهلا وسهلا فيك ببرنامج أنباء توك. أهلا حضرة العميد. بدنا نحكي عن الطوفان، عملية طوفان الأقصى خطفت كل الأنظار، شو قراءتك العسكرية للي حصل بسبعة الشهر؟ عمليا البندقية الفلسطينية يلي حاولت الأنظمة العربية تنهيها بيّنت هلق وأعادت الحق الفلسطيني إلى نصابه، وبالتالي هذه البندقية دليل عن إرادة وعن شجاعة ليست جديدة. اليوم بغزة كون تستطيع غزة احتضان مقاومة، كونه ما في احتلال إسرائيلي في غزة. صحيح أنه غزة مفوقة، ولكن قد قدروا يوصلوا إلى مكان ينتجوا أسلحتهم، حتى أسلحة دقيقة وطائرات من دون طيار ومدفعية وذخائر، ويعيدوا أخذ زمام المبادرة. دائما غزة كانت عندما تتعرض لأي قصف صارت قادرة أن يكون عندها زمام المبادرة وترد على هذا القصف، رغم القبة الحديدية اللي بتصطاد الصواريخ أثناء خروجها. ولكن إذا بنشوف من 2007 لحد اليوم، حاولت إسرائيل كذا مرة تقصف وتقتل وتعمل وتبيد، ولكن كان الرد على طول رد قوي، مما كان يحاول العدو اعتماد أسلوبين: إما أسلوب إعادة الوضع إلى ما كان عليه فقط، اكتفاء بما بالوضع السابق، أو بتغيير الوضع. ما شاهدناه سابقا كان إعادة الوضع إلى ما كان عليه، حتى كان يحاول استدراج أو الوصول إلى استعطاف تدخل مصري لوقف القصف الذي تعتمده المقاومة الإسلامية بغزة. ولكن اليوم نرى أسلوب آخر: غزة حاربت خارج أراضيها، انتقلت إلى مرحلة هامة جدا من غش العدو، من نحن السيطرة. أمام استراتيجية جديدة تبعت المقاومة. نعم، استراتيجية تانيخ، ولكن حاولت استطاعت بإمكانات ضعيفة جدا ومحلية، استطاعت أن تحتل، أو بالأحرى أفضل من كلمة تحتل، تحرر، لأن هذه مناطق محتلة. نعم، تحرر 40 كيلومتر، ولو كان عندها الجهد الأكثر وصلت لعشرة كيلومتر عن الضفة، عن حدود الضفة. لذلك الموضوع عسكريا لا شك أن هناك إرادة قوية كانت وراء هذا الموضوع. عميد، عسكريا كيف تتوقع تتطور الأمور بفلسطين وبشكل خاص بغزة؟ طبعا بعد سيطرة على ثكنات عسكرية إسرائيلية واقتياد ضباط وقيادات وجنود، بالإضافة إلى أسرى مدنيين من المستعمرات، ولكن معظم هؤلاء الأسرى هم كذلك مجندون. صحيح. بإسرائيل. لذلك اقتياد على غزة هذا عمل رهيب جدا. كان رد الفعل الإسرائيلي على هالموضوع من رئيس الوزراء ومن وزير الدفاع، وزير الدفاع يقول سنعمل إلى مسح غزة، القضاء على الحماس بشكل دائم. تصرفوا بشكل لا إنساني، حصار لا إنساني. إلى أي مدى رح يتمادى العدو بعدوانه؟ رئيس الوزراء بيقول هذه البداية، ما تشاهدونه هو البداية. اليوم نحن ننتظر جميعا أنه يكون رد الفعل إعادة السيطرة على غلاف غزة الذي احتلته، الذي حررته المقاومة. وبعد لحد هلق في شنوب عم بتقاوم. المزيد بعد من التسأل، البعض بيقولوا أنه إسرائيل بعدها تحت الصدمة، بعد أنه ما استوعبت اللي صار، وبعدها بحالة إرباك كتير قوية. حتى مبارح شفناها مثلا على الحدود على الجبهة عطيت إنذارات خاطئة من الإرباك، إرباك واضح عند العدو الإسرائيلي. بعد في حال أنه لقدام رح نشهد بعد تصعيد أقوى رح يكون بإسرائيل، كل ما عم نقدم نمرق لقدام عم توعى شو اللي صار. أوكي، أنا بدي أربط بنظريتين الإسرائيليتين. أنه أول نظرية كانت فقط إعادة الوضع لما كان عليه، اليوم النظرية الثانية هي تغيير الوضع. تغيير الوضع ما رح تتحمل إسرائيل من 50 سنة، لما دخل الجيش العربي السوري ولما دخل الجيش المصري بخط برليف وجيش سوري وصل إلى بحيرة طبرية عام 73، كانت كسرت إسرائيل لو لما يتم نجدتها
من قبل الطيران الأمريكي المتمركز في قاعدة أنجرلك بتركيا، والذي وضع نجم الداود على كل طائرة من F-16 وقاد هذا الهجوم المضاد بالطيران. اليوم الطيران بيغير كثير من المشهد، لأنه القدرات الفلسطينية كما قلت لك هي قدرات فردية وصغيرة. اليوم بلش الإسرائيلي بالطيران وبشكل وحشي، مستفيدا من الوجود الأمريكي الداعم. كنت هون رح سبعتنا بهذا السؤال. نعم داعم، ولكن كمان نحن كتير مهم أنه نعرف إذا إسرائيل عم تدور واستطاعت أن تحصل على مشروعية بعملها الانتقامي لسبب يعني أوروبي وغربي، لأن انحياز كامل من دول الغرب إلى هي. نعم كان سابقا، كانت إسرائيل سابقا عند أي قصف تتأذى ولكن لا تعلن عن خسائرها، كانت تعتمد التعمية الإعلامية. مرة مختلف التعمية الإعلامية من شان جنودها ومن شان معنوياتها ومن شان الناس تبعها. اليوم بالعكس، يعني كله بس تعلن عن صاروا 700 قتيل إسرائيلي، 800 ألف 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 ومئتين، يعني صارت عم تحكي بالألف ومية بألف ومئتين يعني مرة. بالجرحة كده. هذا الموضوع يعني عم تستغله لاستدراج العطف العالمي انه هي معتدى عليها، ومن المؤسف ان يكون موقف الدول العربية انه يكون يعني ولا دولة قالت انه هؤلاء هذه بندقية فلسطينية تقاتل على ارض فلسطينية محتلة من قبل عدو. يعني بالشوم لما بيوصل لهذه المرحلة انه قرار الجامعة العربية يدين انه قتل المدنيين من جهتين من الطرفين، وكأنه هؤلاء خلقوا بهالمنطقة، هاي هودي مستعمرين اجوا على هذه المنطقة، والبندقية الفلسطينية كما قلت لك دجنت بالسلطة الوطنية الفلسطينية وبالأنظمة العربية لأول مرة بتقوم لحالة تحاول تحرير أرض بها، ولكن استطاع العدو الإسرائيلي استعطاف الرأي العام العالمي حول هذا الموضوع. لو أن هناك دعم عربي رسمي فقط، دعم شعبي يوجد ولكن دعم رسمي عربي، كان بيتغير الموقف كله. عم تحكي عم يد عن الدعم العالمي لإسرائيل، هل ممكن نشوف تدخل مباشر لأمريكا بالحرب؟ الانحياز واضح، المواقف كلها واضحة بدول الغرب بشكل عام، بس أمريكا رح نشوف لها بعد إرسال البيرجي كمان تدخل مباشر بالحرب؟ أرسلت حاملة طائرات و40 قطعة حربية بالبحر، وسوف ترسل هناك كلام عن حاملة طائرات أخرى. هذا الوضع هو لحماية اعتداء إسرائيل، لحماية عمل إسرائيل الانتقامي، يعني لمنع تدخل خارجي أيا يكن. إذا أي تدخل خارجي، مثلا أنا يعني مش عم ضيع سر وبشكل واضح يعني أنه حزب الله ممكن أن يقود قوة الرضوان إلى الداخل الإسرائيلي والقتال من الداخل كما فعلت حماس، وكذلك لديه، هو ليس محصور، لديه ظهير كبير قاتل في سوريا، لديه خبرات، لديه أسلحة صواريخ دقيقة الإصابة وطويلة المدى. ماذا لو قام حزب الله بقصف 6 مطارات ومدارج مطارات عسكرية في إسرائيل، ولا تستطيع يعني العربدة بطيرانها كما عودتنا؟ من هنا نرى أن حاملة الطائرات الأمريكية هي قاعدة متنقلة وضعت بتصرف إسرائيل حتى تستطيع إسرائيل القيام بعملها الانتقامي من دون أي تدخل خارجي. هيدا الشيء هو اللي منع حزب الله لحد هلأ يتدخل بهالطريقة؟ ولا شو اللي منعه لحد هلأ؟ حزب الله، أنا عندي يعني تابعت كلام سيد حسن نصر الله بالسابق بعد عملية الجهاد الإسلامي، قصف الجهاد الإسلامي ب1400 صاروخ بحزيران الماضي على إسرائيل نتيجة اعتداء إسرائيلي وقتل 3 من قادة الجهاد. سئل الأمين العام إنه لماذا لم تنجدوا غزة؟ يعني تعرض لقصف كبير، يعني جرى قصف وتدمير. كان جوابه إنه نحن ننسق على مستوى عالي سياسيا وعسكريا مع الأمن المقاومة بغزة المقاومة الإسلامية، ولم يطلب منا ذلك. يعني الشباب مرتاحين، إذا طلبوا نحن جاهزون. طبعا إذا طلبوا ما بيصير الطلب مباشر، هو محور متكامل. هذا الطلب ممكن أنه يقرره الإيراني مستوى التدخل وكيف بهذا الموضوع، كونه
يعني اعتراف من حزب الله انه كل تمويلنا واسلحتنا من ايران ونحن نسمى جيش القدس، وبالتالي هذا القتال ضمن مبدأ واستراتيجية وحدة الساحات. وحدة الساحات ان لا يستفرد بالفلسطيني فقط من دون إمكانية التدخل، ولكن وجود هذه الكمية من البوارج العسكرية الأمريكية والكلام الأمريكي ان لم نعثر حتى اليوم عن تدخل إيراني مباشر. هذا الكلام يعني هو عصا وجزرة، انه عم بيطمنوا إيران انه نحن ما رح نهاجم إيران لانه ما عنده تدخل مباشر، ولكن بالمقابل انه اي تدخل طيراننا موجود واسلحتنا موجودة. واليوم ما بده حدا يعزم حدا على القتال، يعني بين الكبار موجود القتال بأوكرانيا، وإيران ضليعة بهذا القتال بتقديم طيران مسير لروسيا استخدم بأوكرانيا، والفرن حامي، يعني بده يخبز ممكن، يعني بدوش عزيمة، يعني ما في خطوط حمر للتدخل. ممكن اليوم ما هو يهم جدا ولازم الناس تعرفه وفي خوف من وراه، انه التدمير الممنهج الذي يحصل في غزة لحد اليوم في 340 لحد مبارح 340 ألف نازح من غزة ضمن القطاع، ولكن إذا ما كان هناك تخطيط إسرائيلي لعزلهم إلى سيناء رح تنشح بالضبط إذا بفتح المعابر باتجاه سيناء، يعني هناك إفراغ غزة من سكانها بدعم أمريكي ودعم. أدى إمكانية نجاح هيك مخطط عميد؟ هون يعني هذا المقاتل بغزة ما بيهرب، ما عنده مجال يهرب، ما عنده مجال يروح على السجون العربية، بده يظل تيقاوم وموجود ويستعد لأي غزو إسرائيلي. هناك إرادة للقتال كبيرة جدا، وهناك ضعف لدى الجندي الإسرائيلي المهيد الجانح بعدما نكل به وبعدما اقتيد قادته أسرى إلى فلسطين. لأي مدى قادر المقاومة الفلسطينية تصمد؟ اليوم صحيح إسرائيل تمتلك تقنيات عالية المستوى وتعربد في الجو، وهي أصبحت بائعة أسلحة سيبرانية وأسلحة طيران وقبة حديدية ومقلاع داود. يعني نرى ألمانيا اشترت من إسرائيل طائرة الأهارون مسلحة، وهي إحدى أهم ثلاث دول بالطيران ببيع الأسلحة. ولكن هذا الموضوع بالقتال الشوارع تعزل الطائرة، يعني يعزل المدفع والطائرة، يعني قتال الشوارع ممكن أن يدخلوا بدبابات وبمصفحات وبقوة كبيرة، ولكن ستكلفهم غالية. الدبابة مهما كانت محصنة في التعامل معها بالأسلحة المتوسطة والأسلحة الخفيفة جاهز، ولديهم القدرة على التعامل معها هكذا تتوغل. روحهم طويل، رح يكون في قدرة كبيرة للصمود، يعني قدرة كبيرة للصمود. نعم، هذا إذا لم يكن هناك دعم حتى، يعني ممكن أنه يحصلوا على دعم، ما بعرف، بحار من ممكن يحصلوا على دعم، ولكن هم جهزوا. من أهم وسائل غش العدو أنه بالقتال الأخير اللي خاضته واللي أشرت له بحزيران الماضي، الجهاد الإسلامي، كانت حماس يعني تظهر الوجه السلمي وتخرج إلى مصر وتجتمع مع السلطة وتحاول أن تبني اقتصاد غزة وتحاول الحصول على يعني أذونات للعمل لشبابها العمل في غزة في داخل إسرائيل، يعني وكأن ترسل رسائل اطمئنان إلى غلاف غزة بأننا أصبحنا نهتم بالناس تبعنا وبالاقتصاد، بينما فعلا كانوا يحضرون لهكذا عمل. وإحدى الموضوع مثلا يجب أن نشير إلى الموضوع، ممكن كتير يكون حصل سابقا ولكن استذكاره حلو، عملوا نوع من قرية نموذجية من الكرتون وعملوا تدريبات عليها كيف اقتحامها، يعني نفذوا هذا الاقتحام حاليا كما كان بالماضي، ولكن العدو الإسرائيلي الذي يملك كل التقنيات ويصور حتى 7 سنتيمتر سيجارة ممكن يصورها، مش هيك، وصور هذه العملية وهذه المناورة
وأشرك يعني حماس أشركت مع الجهاد والشعبية وكلهم يعني حتى وبشكل علني هذا الموضوع. وإسرائيل يعني لم تثق أنه هودي ممكن يحاربوا بمستوطني خارج غزة. عميد هلأ مننتقل على الداخل اللبناني، وكل اللبنانيين عايشين بحالة ترقب هي أصعب من حالة الحرب. أنت بوفق قراءتك أنت ممكن حزب الله يتدخل عمليا وبشكل مباشر بالحرب في حال حصلت؟ هل رح تبقى محصورة ضمن نطاق الجنوب أم هل تتمدد على بكل لبنان؟ لكن لحد الآن 5 أيام واليوم السادس، تعامل حزب الله كان تعامل بالقطعة، اسمه بالقطعة، يعني بيقصف بيرده بيرده بنقصف يعني. وحتى سمح لبعض الفلسطينيين يعني بكونوا مخيم الرشيدية قريب الصواريخ على الحدود وفي مناطق بساتين ممكن ياخدوا معهم مورتر يعني أو صواريخ مداها قصير يعني لحد 10 كيلومتر مش أكتر، هذا ما يمتلكه بأهل غزة الرشيدية. ممكن يعني حزب الله يفيده هذا الوضع ويفيده كذلك إرباك الجبهة الشمالية لإسرائيل حتى تظل على طول يعني لتخفيف الضغط عن غزة ولإرسال الحشد الإسرائيلي على الشمال، وحتى يعطي معلومات مضللة. مثلا بالأمس عاشت إسرائيل أزمة أن هناك تسلل، يعني عمليات 12 عملية تسلل خاطئة. لم يحصل أي عملية تسلل، ولكن استطاع الحزب إرسال طائرتين مسيرتين دخلت الشمال الإسرائيلي واجتازت كامل مساحة إسرائيل وصولا إلى ديمونا، إلى قرب مفاعل ديمونا، وهي ليست طائرات مسلحة ولكن تعتمد ارتفاع عن الأرض بين 70 والمئة متر فقط مع حركات الأرض بتصير تمشي من شمال قطها الرادار، وتمكنت تطلع تفوت طائرات استطلاع ليست مقاتلة وترجع. يعني هاي رسالة أهم بكتير من قصف دبابة. يعني إرباك العدو، إرباك المستوطنات، وإرباك أول شيء بيخفف ضغط عن غزة، تاني شيء بيكون هو أساسا بعده عايش بإرباك وصدمة باللي صار معه بغزة العدو الإسرائيلي طبعا، ولكن هو استعد لهكذا موضوع، عمل عملية اسمها يوم القيامة، جرى تدريب بشهر 6 للتعامل مع جبهتين. يعني إسرائيل تعرف أنه ممكن ينفتح عليها جبهتين، صحيح هي لا تصمد أمام جبهتين ولكن في صعوبة تصمد، ولكن أنه عملت هذا الموضوع سمته يوم القيامة، أنه هذا اليوم ممكن يدخل علينا جبهتين شو بنعمل، وعملت تمرين قوي جدا في هذا الاتجاه. يعني كل الاحتمالات بتبقى رح تضلها وردة عميد، ما في شيء نهائي. أنا معلش يعني نحن نحلل مش أكتر، عندنا معلومات ووقائع، وفق الوقائع الموجودة عندنا بنحلل. اليوم 5 أيام لم يتطور الوضع أكثر، ولكن يعتمد محور المقاومة على ما يسميه الصمت الاستراتيجي. كل الناس ناطرة إنه شو بده يحكي سيد حسن نصر الله، ولحد هلأ بعده بس بعده ما حكى، يعني بعدنا ناطرين وبعدنا قلقين لوين رايحين. صحيح. أنا ما في يطمن أكثر من إنه المقاومة إذا طلب إليها من قبل محور المقاومة مجتمعا، وبالتالي هو قرار إيراني، لا يعتد حزب الله لا بما يصرح وزير خارجيتنا ولا رئيس حكومتنا ولا الدولة اللبنانية. جربناه بال2006 أنه كان عنده مهمة بال2006، أخذ على عاتقه ترسيم الحدود البرية ونكون نحن وياه مع سوريا كلف هو بهذا الموضوع. جربناه لقينا أنه فتح النار و ورطنا بحرب 2006، ممكن الآن يرجع ورطنا دون السؤال عن لبنان الرسمي. هذا الموضوع ممكن، ولكن وجود أنا عاملين، أولا الأمريكان بعد في مفاوضات بينهم وبين إيران بعمان، منيح. ثانيا الكلام الأمريكي بحق إيران هو كلام أنه إيران لم نرى مبرر، لم نرى تدخل مباشر إيراني. يعني هذا الكلام أنه إيران ما تدخل على الخط، وإذا دخلت في قوى جاهزة. أنا خوفي من كلام نتنياهو أنه هذا اليمين الإسرائيلي اللي وصل للسلطة هلق أنه يحول انكساره لعدوان. يعني ممكن أنه إذا ما استطاع يعني تهجير
معظم أهل غزة إلى سيناء إنه ما يسكت عند هذا الحد، هو يهاجم، يعني هو يهاجم حزب الله، يعني هو يهاجم لبنان. أنا ما عاد عندي خوف إنه حزب الله يدخل المعركة، لأنه الفلسطيني قادر، اللي قام بهذا العمل قادر أن يتعامل مع توغل إسرائيلي، مع جندي جبان. ولكن أخشى إنه مستفيدا من القوة الأمريكية الموجودة إنه يخدم على هو، يعمل يفجر الوضع ويطلع بطيرانه على لبنان. عميد قلت هون كيف تتوقع في حال اشتعلت الجبهة بالجنوب، رح تمتد على كل لبنان؟ ومبارح شفنا الرئيس وليد جنبلاط تشدد على ضرورة الاستعداد للأسوأ، هون كيف رح تكون؟ بيحمل لبنان بعد هيك؟ طبعا العقلاء يعني، وهذا كلام يعني لازم الكل يعتبره فيه، انه الاستعداد واجب حتى ولو كان الاحتمال واحد بالألف، الاستعداد لازم يكون واجب يعني بكل مقومات المستشفيات، المدارس، أماكن الإيواء، كلها لازم تكون. نعم بالماضي بال2006 يعني وبعد 2006 حتى، أي صاروخ كان يطلع من لبنان ما كانت إسرائيل تحمل حزب الله، كانت تحمل حكومة اللبنانية وكل لبنان هذا الوضع. لذلك الانتقام، وهذا دائما يعني عندهم هني وأسلوب انتقام نازي، يعني شوفوا شو عم يعملوا بغزة. لذلك الانتقام عندهم وارد، والعربدة بالطيران سهل عليهم، مش صعب انه يقوموا بهذا العمل. لذلك انه الاحتياط واجب، وكلام هو كلام صحيح لازم ياخذ بعين الاعتبار. بالنهاية ما فينا نتنبأ اي شيء، هو عدو، وكل شيء كل الأجوبة رهن التطورات والايام اللي جاي. صحيح. طبعا انا بشكر استضافتكم، عسى نكون يعني وضحنا شوي للجمهور وما خوفنا. اهلا وسهلا فيك عميد. اهلا.